نروح مع حضراتكم لخبر رياضي الحقيقه قمه في الكوميديا، حاجه يعني غير مسبوقه. حصل الكلام ده في الصين، وطبعا العهده على صحيفه الديلي ستار البريطانيه. الحكايه باختصار شديد ان الصحيفه كتبت ان في مليونير صيني اشترى نادي من انديه الدوري الدرجه الثانيه لكره القدم. لحد هنا والكلام عادي، مفيش اي مشكله ولا في حاجه ملفته للنظر، رجل اعمال وملياردير وكده وعايز يستثمر في الرياضه. لكن المفاجاه بقى في ان هذا المليونير فرض على مدرب الفريق ان ابنه لازم يكون ضمن تشكيله الفريق الرئيسيه، يعني لازم يلعب اساسي، على الرغم من ان وزن هذا الابن بيبلغ 126 كيلو جرام. بالمناسبه احنا كلامنا مش تنمر ولا اساءه لحد، احنا بس بنتكلم على فكره فرض النفوذ والاستغلال. وبعدين نهود، انا اتفرجت على الفيديو قمه في الضحك. الولد بعيدا عن الوزن بطيخه في الملعب بالمعنى الحرفي، اقسم لك بالله. قال لك وكل ده مش بتنمر. والله ما بتكلم على الوزن، انا بتكلم على المهارات. انا شفت له فيديو، لو شفت الفيديو هتصدقي كلامي، انا بتكلم كمهارات. في الضياع مفيش باص، وبعدين ايه بقيه اللعيبه كلهم طبعا واخدين بالهم بقى ان ده ابن صاحب النادي، فكل اللي يعني اللعيبه بيدوا له كوره في الرايحه والجايه، واتفرجي بقى بيعمل ايه بالكوره. ضحك السنين. بص انا متفقه معاك طبعا، ويمكن مش ده كلامنا انا وانت بس، هو ده على السوشيال ميديا ناس كتير اتكلمت على ده، وكانوا يعني حاطين عاملين شير لصوره اللاعب وكاتبين اللاعب اللي فرضه والده على المدرب ده، برضو تحت كده سطوه المال زي ما بيتقال او النفوذ. هو اكيد امر يعني فيه صدمه شويه، او امر مش الناس كلها بتبقى متفاعله معاه بشكل ايجابي. اكيد الموضوع شويه ممكن الناس تشوفه بشكل كوميدي، ناس تشوفه ان هو فساد، يعني فسرها زي ما حضرتك عايز. بس يعني هو خصوصا خلينا نقول، بس من ساعه ما اشترى رجل اعمال النادي ده واصراره على اشراك نجله في المباريات، عايز اقول لكم النتائج يعني الشباك بتاعه الفريق كانت استقبلت 10 اهداف وما سجلوش ولا هدف غير مره واحده، هدفين من 5 مواجهات. فيعني اكيد في جاب كبيره جدا. والله اكيد ده لا ينم على عايز اقول لك ده كتر خير الدنيا ان هم جابوا جوريب. والله العظيم يا نهواد مش ببالغ، لو شفت الفيديو هتفهمي قصدي. بس يعني هو على كل حال ده ما كانش خبر على قد ما ده حاجة بتبقى يعني، أو بنبقى في البرنامج عايزين نعرضها لحضراتكم، اللي بتبقى حاجات جابت شير كتير أو الناس كتير على السوشيال ميديا كانوا علقوا عليها، وأعتقد هي حاجة برضو مشروعة يعني، لأن هي مش متدرجة قوي يعني.